طمنا جزار على فرجاني ساسي، يمكن كان قاعد 8 ايام في الحجر الصحي، والنهارده نزل صوره بيعلن رسميا انضمامه لنادي الدحيل. هو طبعا فرجاني خلص الدحيل من اكتر من اسبوع، خلص عفوا الحجر الصحي يمكن من 5 إلى 6 أيام، شارك في التدريبات، كان موجود في التدريبات وشارك كمان في مباراة ودية مع نادي الدحيل، لكن كان في تشديد ان ما ينزلوش اي اخبار ولا اي صور الا حتى الاعلان الرسمي عن الصفقة لحين انهاء موضوعه مع نادي الزمالك. النهارده نادي الدحيل اعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع فرجاني لمدة 3 مواسم رسميا، هيبدأ من الموسم الجديد ان شاء الله، وخلال ايام قليلة سيسافر مع الفريق الى معسكره الاعدادي اللي هيكون ان شاء الله في النمسا، ويبدأ يوم 2 اغسطس ويستمر لمدة اسبوعين. ففرجاني داخل بقوة بيستعد بافضل صورة عشان يكون جاهز فنيا وبدنيا، لان الدحيل عامل فورمات كامل للفرقة، وفرجاني احد الركائز والمشاريع المهمة لنادي او ادارة نادي الدحيل من اجل الفوز بلقب بطولة دوري ابطال اسيا المقبلة والتأهل لكأس العالم للأندية ان شاء الله. لسه جايبين ارض الفيلد، جايبين مدافع ارض توتنهام، مدافع فريق توتنهام وهوتسبير توبي ألدرفيلد، وده يمكن في تقارير صحفيه انجليزيه ابرزها التليجراف، قالوا ان تكلفه التعاقد معاه ما يقارب من 13 مليون يورو، بينما صفقه فرجاني ساسي 12 مليون يورو. فده دليل واضح على ان الفرقه بتضرب 12 مليون يورو. 12 مليون يورو ليه هو؟ على ال3 سنين. طبعا، لانه صفقه انتقال حر، ما الزمالك ما استفادش منه شيء. 12 مليون يورو يعني 4 مليون في السنه تقريبا، على الثلاث مواسم. ده توبي الدر، ده لا انت كده ال12 اللي هو توبي الدر فيلد. طيب، ال12 ال13 مليون فرجاني كام بالنسبه لفرجاني؟ 12 صح. ايوه طيب، ما فرجاني كام سنه؟ مش 3؟ ايوه انا 3 سنين. 3 في 4 ب12. انت شاطر في الحساب. ايوه طيب، حساب ايه؟ مش طيب، يعني 4 مليون يورو ده عقد فرجاني في السنه مع الدحيل. طب ما هو الراجل اللي حق يمشي. تمام، حاجه كويسه. طيب دلوقتي الزمالك بيجهز شكوى ضد الدحيل وفرجاني ساسي، اصدقها ايه عندكم؟ والله ما فيش اي حاجه بشكل رسمي، وما حدش، كل الناس رفضت انها تتعلق على الموضوع ده، لكن اللي وصلني من معلومات ان هم امورهم خلصانه وامورهم في السليم، وانتظروا لفتره طويله. فرجاني زي ما قلت لحضرتك مخلص الحجر من بدري، والنادي اداره النادي شددت ان ما يكونش في اعلان عن الصفقه الا لما كل الامور تنتهي وتكون بشكل قانوني، وفرجاني يكون مخلص اموره مع نادي الزمالك، فده اللي اخر الاعلان شويه. وعلى فكره الاعلان هيكون بس الاكتفاء بالاعلان الرسمي، لان الوقت ضيق عشان السفر للمعسكر وتجهيزات السفر للمعسكر، فمش هيكون في مؤتمر صحفي لا توبي ألدرفيلد ولا حتى اللاعب فرجاني ساسي. وحتى قبلهم كان النادي رجع الكوري نام تي هي، كان بيلعب في نادي السد، رجعوه تاني لنادي الدحيل، فكل الامور تمت الاعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط.